يوهو، هو انت يا بنتي ما عندكيش دم ليه؟ انت مش شايفه المصايب اللي انا فيها؟ عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ امشي على الحيطه واعمل فيها السبايدر مان؟ ده ايه البرود ده؟ وبعدين هو انا يعني رمرمتي؟ هو ده وقت غيره يا حماره؟ يا شيخه بس بقى، بلا وحشك بلا بتاع بقى، والنعمه قفلتيني. طب لعلمك بقى، انا في وسط كل المأساوات اللي انا فيها دي ما كنتش بتغيبي عن ذهني سنتين على بعض. او النعمه. ايه ده؟ لا قولي وحات امك لا انت قايل. طب اديني نبذه طيب. ايه؟ انت الفقريه عملتي برضك انت اللي في دماغك عناديه. طب لما تيجي بقى لازم تحكي لي الحوار ده بتفصيل التفصيل. ده انا معايا اصطفى سم السمام هدوقك حاجه خطر. طب يلا ما تتاخريش عشان انت وحشاني جدا جدا وفوق جدا بشويه جدا. طيب مستنيكي. ايه ده؟ خلاص بقى يا بنت الرغاية. ماشي لما تيجي. يلا سلام. لا مش زعلان والله، ما زعلان. لما تيجي هتشوفي بنفسك. ماشي سلام. سلام يا بنت الفقرية. يا نفسي وانا عايز الحرف والنعمة.